استاذ علي، الف مليون سلامه لحضرتك. الله يسلم حضرتك. شوف يا كابتن، يمكن الاستاذ صبحي والاستاذ عمر اتكلموا عن الحرب اللي بتجيلنا من الاعداء. مين الاعداء؟ الاعداء باختصار شديد جدا اللي هم من المنافسين وتجاوزا يعني، او سميها الخصوم، واللي هم اصحاب المصالح من المتزامليكين. لكن انا الحقيقه عايز اتكلم كده عن حرب الاحباء. الاحباء يمكن حضرتك معرفش تعرف ولا لا، انا ماليش خالص في السوشيال ميديا، لكن مؤخرا دخلوني في 7-8 جروبات من البتاع، فكل 5 دقايق بشوف الاخبار ايه، بقيت خلاص ملم بالايه، بالخريطه. اكتشفت ايه بقى؟ الاحباء دول اولا لا اشك لحظه واحده ان هم بيحبوا نادي الزمالك جدا جدا جدا، يعني دي مساله ايه، انا يعني ما يجبش اننا لا نخون ولا نهاجم ولا ندخل في جدل في القضيه دي. لكن ابتدت تحصل دلوقتي اليومين دول اللي كان حصل السنه اللي فاتت. ايه بقى السنه اللي فاتت يا كابتن؟ ان انا كنت بسمع عن اسماء لعيبه لاول مره من هؤلاء الجمهور، وبعدين لما النادي تعاقد معاهم كانت النتيجه ايه؟ هجوم شرس ضد الاداره اللي انا تعاقدت معاهم، مع ان ده كان طلب الجمهور. مع انه بقول لسيادتك انا طبعا مش هقول اسماء، لا انا عارف اسماء، انا ما ينفعش، لا انا ما ينفعش يعني ما اقولش اقول اسامي لعيبه، لكن ازاي انك انت بتفضل تمارس عليا ضغوط رهيبه علشان اضم بعض اللاعبين واسماء محدده، اقوم لما اضمها تقعد تقول لي ده اصله فيه مش عارف ايه، واصله فيه بتاع ومولات، ودول لعيبه لا تصلح، ودول يعني ايه ايه القسوه دي؟ ايه القسوه دي؟ الفترة دي بقول لحضرتك عشان الكلام ما يهربش مني، ابتدت يا كابتن خالد تتكرر نفس النغمة بتاعت السنة اللي فاتت. يعني أنا لأول مرة في حياتي أشوف الجمهور، جمهور كورة، داخل في شغل الإدارة. الإدارة ليها شغلها، وانت كمان حضرتك يعني لعلك تذكر، أنا مش بحب الحقيقة أتكلم أو أستشهد بالنادي الأهلي في حاجة، لكن أنا في الحتة دي محدش بيقعد يقول للنادي الأهلي هات اللعيب الفلاني، هات اللعيب الفلاني، هات اللعيب الفلاني. ده الراجل ده جماهير ده سوشيال ميديا النادي الاهلي بيتحرك الخطيب ومجلس ادارته. انا بتكلم على اللعيبه اللي ده طول الوقت، اللعيبه اللي انت بتتعاقد معاهم، واخد بال حضرتك، ما بتبقاش الحكايه برضو بهذه الضغوط، لان الضغوط دي بتخليك تشتري اللعيب اغلى من ثمنه. برافو عليك، ما هو المستشار المتواضع قال الكلام ده. بس خد بالك، عايز اقول لك حاجه، دايما يا استاذ صبحي النتائج هي اللي بتحرك الجماهير. يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا ما فيش حد مثلا بيجيب سيره سافيو مثلا، لكن الناس كلها بتتكلم على سامسون اكينولا، مع ان سافيو اغلى بكتير وعقده اغلى بكتير من سامسون اكينولا. الانتصارات بس عشان الاهلي بيكسب او حاجه، فالناس مطنشه سافيو يلعب ما يلعبش، مش دي القصه. الدفع فيه كام مش مهم، لكن فاهم، الناس عماله تركز مع سامسون عشان الزمالك مثلا خسر بطوله او مش مكمل في البطوله او او او، يعني فهي دايما هي كده كوره يعني. انا عايز اقول ايه، خلاص انتقلنا من حرب الاحباء، خلينا برضو نتكلم في جزئية مهمة قوي. هل تألق مصطفى شلبي لم يثر لدى حضرتك أي انطباعات من أي نوع؟ يعني هذا إن إحنا بنبقى سريعين جدا في الحكم على بعض اللعيبة. بالظبط، يعني عايز أقول لك بيرسي تاو مثلا السنة دي أفضل 100 مرة من السنة اللي فاتت. بالظبط، وده جاي من الدوري الإنجليزي. أيوة، ومن منتخب جنوب أفريقيا. كان هيمشي هو وكهرباء، مش جاي من بترول أسيوط ومن إمبي. بالظبط، وبالتالي بالظبط، وبالتالي انا معلش يعني الناس بتحكم بسرعه كبيره قوي. عايز بس اتوقف عند حته حضرتك بتقول بترول اسيوط، ده لعيب بيبقى جاي مش مهيئ كمان للتعامل مع الجمهور. بالظبط، فتلاقيه من الجمهور شانن عليه حمله شعواء بدون اي مبرر. هو لعب في ناديين في حياته، الناديين ما لهمش اي جمهور. بالظبط، بترول. بالظبط، اتنقل نقله، يعني كله في البترول، اتنقل نقله كبيره قوي، والحظ لم يحالفه. انت عارف حضرتك هذا التالق اللي فيه مصطفى شلبي سببه ايه؟ جمله واحده قالها له اوساريو، قال له انت لاعب رائع ولا بد من وجودك في منتخب مصر، وراهن عليه انه هيكون من اهم اللعيبه في مصر في الدوري المصري في هذا الموسم. يعني اللي انا قصدي عليه لعيب يعني ما فيش اي خلاف عليه. تخيل حضرتك لو كانوا هؤلاء اللاعبين، واخد بال حضرتك، تم احتضانهم بشكل او باخر من قبل الجهاز الفني السابق، بالتاكيد كانت الامور هتتغير. انا عايز اقول لك حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، سيف الجزيري ده من يعني الراجل مقتنع بيه جدا على فكره بسيف، يعني ولعيب، هو لعيب كويس جدا. ايوه، سيف فوجئ، هو ما جه تعاقد مع اللجنه المؤقته. ايوه فاكر؟ ايوه، قلت لجنه مؤقته. المهم سيف فاتفق على فلوس معينه. ايوه، ومضى.
فوجئ ان عقده قلل عن الفلوس اللي اتفق عليها، مئات الالاف من الدولارات. سمعت انت القصه دي؟ انا سمعت ما هو ابشع. لا بس انت لا انا انا ما عنديش المعلومه كامله. بس انا اللي انا عارفه، بس انا لو قلت الكلام ده حي ايه اللي انا سمعته برضو، وسمعته من مصدر يعني ثقه مليون في الميه، انه كانوا اقول لي اتفضل كانوا في له وكيل كويس، فهم قاعدين في الغرفه اللي هي هيمضي فيها او كده، دخل واحد بيضحك معاهم وبيقول للوكيل اللي جايبه اللي جايب سيف، قال له ها 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 انا الوكيل بتاعه، انت معايا حضرتك؟ المهم انه ما مشيش الا لما دخل في الموضوع، واخد من خلال مين؟ واحد من اللي كانوا اللي انت عارفهم. طيب لا اكمل لك بقى. السيف الجزيري سكت والزمالك عمال يخسر وما رضاش يتكلم خالص. انا بكلمكوا عشان ده لعيب بجد يستحق، سيف الجزيري ده لعيب يستحق بجد الثناء، لانه واحد تاني لو لقى في عقده ناقص مئات الالاف من الدولارات يفسح عقده، كان يفسح عقده ويعمل مشكله طبعا. تمام، وان هو راجل عايز يلعب مش عايز يعمل مشكله. قال للمستشار مرتضى، راح قابل المستشار مرتضى الايام اللي فاتت دي وقال له على المشكله، ومستشار مرتضى وعده انه هيحل له المشكله دي اول ما امير على فكره في فرنسا دلوقتي، الله اعلم بيعمل ايه هناك، ممكن يكون بيخلص لعيب ولا حاجه. ف حاجه مغرب عربي يعني ولا الله اعلم. وبالتالي امير ما يرجع هيقعد مع سيف ويحل له المشكله. لكن الاهم ان سيف ولا اثار الموضوع ده في الاعلام ولا اثاره في الجرايد، ولا كان عامل ضغط على الزمالك، ولا كان متمرد، والراجل بيلعب وبيجتهد، والراجل مقتنع بيه اقتناع تام جدا مستر اوزوريو. واعتقد الفتره الاخيره سيف الجزيري ماشي كويس جدا جدا يعني. هو بس اضيف عشان الحكايه ما تروحش في كذا حد، لا هو كان حد محدد معروف عنه ان هو ايه، واحد رامي نفسه في اي حاجه فيها فلوس. ده كان مش كان بقى في عضو اللجنه، ما كانش عضو لجنه، هو كان حاجه كده. وما كانش في لجنه ياميها يعني، بقول لحضرتك اللي هو مش عايز تقول لي عليه بره الهواء. انا بقى اعرفش بقى الهواء.